فندم. الحمد لله على السلامة حاج عبد الناصر. أشكرك شكرا جزيلا. يعني بقول للدكتور مصطفى كل سنة طيبين. طيب. وكل أيامنا أعياد. يا رب. من خلال برنامج حضرتك وكاميرتك المحترمة ومنبرك بقول شكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شكرا لصديقي وأخويا الدكتور أشرف صبحي في استجابة لطلب LCC في زيارة قريب كده للسيد وزير الشباب والرياضة الأقصر، وعشان خاطر أهل الصعيد ومطالب الصعيد، فمن خلال برنامجك وقناتك بشكره، وبشكر ابن مصر البار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا من ابن الأقصر وعاشق الأقصر وخدام الأقصر بقول للناس كلها الأقصر عاصمة التاريخ عاصمة الحضارة، كلنا تحت أمر ابن مصر البار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ده شكر واجب. وبقول لحضرتك حاج عبد الناصر طلب، ياريت انت والدكتور بعد اذنكم كمحمود بفهم في حاجة اسمها سياحة، الناس تبعد من مو صلاح محمد صلاح يا جماعة، ده فخر لمصر، فخر العرب، فخر يعني فخر افريقيا، الفرعون المصري. عشان يا حاج عبد الناصر في كده حاجة انا مش فاهمها، انت راجل خبير رياضي وليك في الرياضة وكل الوشر، انا عايز اقول قصة الرياضة، قلت لك انا بفرد سياحة، الراجل ده لو استغلناه بس صح للسياحة هيعمل لنا دعاية بالمليارات، راجل النهاردة مصنف من احرف 3 لعيبة على مستوى العالم، وربنا كرمه يبقى رقم واحد على مستوى العالم في 30 سبتمبر في على مستوى اوروبا، وعلى ما اظن في 30 اوغست، وعلى ما اظن في سبتمبر او اكتوبر، يمكن الدكتور مصطفى يعرف اكتر مني، على مستوى العالم عشان يبقى مين احسن لاعب على مستوى العالم. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، محمد صلاح مصري اصيل وبيعشق حاجة اسمها مصر، فالناس اللي هي ما بتحبش محمد صلاح من خلال برنامج كورة بلدنا، رجاء 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 من واحد اقصري بفهم في السياحة، محمد صلاح ده رمز لينا كلنا كمصريين وكعرب وكافريقيا، لان هو ربنا يكرمه ان شاء الله يبقى احسن لاعب على مستوى العالم، احنا بنحاربه اهله بنحاربه، فانا طبعا مش عايز اطول عشان خاطر مصطفى معاك، يا ريت يا حاج عبد الناصر نداء من وانا عارف مين من حاج ناصر اللي هم الله اعلم الاقلام اللي هي فاكره نفسها بتتشهر من ورا محمد صلاح، ابعدوا من محمد صلاح، لان محمد صلاح رمز. ومره اخيره بقول شكرا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بالصعيد كصعيدي والصعايده، لان انا عارف ان هو بيحب الصعايده وبيحب الصعيد، واللي جاي احسن باذن الله. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا جزيلا. اخذ اخر تليفون واوقف.